إعطاء حياة أخرى للكتب بقراء جدد وتداول الكتب من قارئ لآخر هي فكرة جديدة تم تداولها في الطبعة 25 للصالون الدولي للكتاب من خلال تخصيص جناح خاص لمقايضة الكتب. هناك جديد آخر اللي هو استحداث فضاء لمقايضة وإهداء وتبادل الكتب، وهذه من السلوك الحضاري للجزائريين، ومن خلالها يتمكن توسيع إيصال الكتب إلى أكبر عدد ممكن من الجزائريين والجزائريات، وكذلك فرصة مميزة لقراءة كتب جديدة ربما البعض ما يمكنوش من شرائها باعتبارها بأثمان يعني نوعا ما غالية حينما يخرج كتاب جديد. فرح طالبة في العلوم الطبية بمجرد سماعها بالمبادرة قررت مقايضة كتبها بأخرى في مجالات متنوعة بدلا من الاحتفاظ بها في رفوف مكتبة منزلها. كاين اللي عندهم كتابات في عود ما يرميهم ولا يخليهم خبيين، يجيب كتابات واحد اخرين يقراهم، وهنا سي المنفعة راهي عامة كامل، هما يستفادوا وحنا نستفادوا. دونك جي بريباري لي ليفغ لي كانوا عندي كوم انا نحب نقرا الكتابات، جي بريباري لي ليفغ لي كنت حابة نمدهم، انا ديجا مالفا نتبرع المكتبات لي ليبغي لي بيبليوتيك لوكال تاعنا، هاد الخطرة جي بريفيري ندير ليشونج دي ليفغ، وجي تروفي دي ليفغ في لو دومين ديالي. لا ميتيير اوسي دي ليفغ لي انا نحب كوم جو سوي بيبليوفيل دونك جي بريفيري دي تاني كتابات لي نحبها. مبادرة جديدة استحسنها رواد الصالون، خاصة وأن طاولة المقايضة تتجدد مع قدوم كل زائر.